بالنسبة للسلام نكملكم السلام صلى الله تعالى عليك يا رسول الله. قال إذا دخل بيته فليسلم على أهله. زوجي مجرد ما يفتح الباب تكون عم تنتظر زوجة فبيدخل يسلم عليها. طيب إلا السلام عليكم بفوت دكتور محمد شلون هي السلام عليكم هيك بفوت. أكثر المسلمين هيك صفيانين بيفتح الباب إذا شاب ما توبه السلام عليكم بفوت لجوا دغري. هذا الخطأ اللي عم يرتكبه المسلمون عند دخول البيت يسلم ويزيد السلام بشيء آخر أنتوا لازم تعرفوه. السنة أن يدخل الدار فيسلم ويعانق ويقبل، هذا السنة. إذا دخل الدار أن يسلم على أهله ويعانقهم ويقبلهم ولا ينتقد وضوءه. كان صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة ويصلي ولا يتوضأ. يقبل عائشة وهو صائم ويصلي ولا يتوضأ. لكن قالت عائشة وأيكم يملك إربه مثل رسول الله. يعني إذا كان القبلة بدها توصل إلى أمور تانية بنقول له لا بلاها. أما إذا بتم على سلام ولطف فما في مانع. صلى الله عليك يا رسول الله. الإمام الشافعي قال مس المرأة ينقض الوضوء. عند الإمام الحنفي قال لا، مس المرأة لا ينقض، لأن النبي قبل عائشة وصلى ولم يتوضأ. لو كان بينقض الوضوء كان توضأ، وكان يغتسل النبي هو وعائشة من إناء واحد، إيده بإيده وإيده بإيده. فإلا دهن تركي لي شوية مي، ويتقول له تركي لي شوية مي، خلي لي شوية، يتقول له خلي لي، عم تدق إيده من الطنجرة سوا، عم يعني يغفو. ما أنت أضوضوه صلى الله عليه وسلم. مما يدل على أن نقض الوضوء عندما يكون هناك شهوة، ما في شهوة ما بينتقد الوضوء. فهذا اللي الشرع المطهر جعل السلام في البيت عند الدخول وعند الخروج. عاوز شيء خاطركم ما بيقول له السلام عليكم، خاطركم قل له السلام عليكم. عاوز شيء واقفة قل له سلامتك. وين رأي اللي تعي لهون السلام عليكم. هي قبلة الوداع لا تنقض الوضوء، وقبلة الاستقبال لا تنقض الوضوء. يا سلام على الإسلام ما أحلاها. ويضرب اللي ما بده يفهم، اللي ما بده يفهم بده ياها ولا ما بده ياها. إذا كان الإسلام هكذا الطلب، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل اعتنق عائشة وقبلها، وإذا خرج عائشة قبله، تحط إيديها برقبته وترفع أجرتينها، تحط إيديها وترفع أجرتينها وتتعلق برقبة النبي عليه الصلاة والسلام وتقبله. فصلى الله عليه وسلم ينزلها ويطلع السلام عليكم صلى الله عليه وسلم. لطف الحياة، لطف البيت، ما في أحلى منه صلى الله عليه وسلم. الله يوفقكم تكونوا في بيتكم هيك كمان.